لماذا عيد الأم أو يوم الأم؟ هل نحن في تقليد احتفالي نحاول من خلاله أن نعطي من طاقتنا الشعورية الكثير من مشاعر العاطفة وأحاسيس المحبة للإنسان الذي يعيش المعاناة؟ إنني أتصور أننا عندما نجعل للأم يوما فإننا لابد من أن ندخل إلى هذا العالم في طبيعة ذاته وفي طبيعة حركته في الواقع وموقعه في المجتمع الإنساني العام، وقبل ذلك وبعد ذلك في المفهوم الذي تعيشه الأم في معنى أمومتها والمفهوم الذي يختزنه المجتمع في وعي معنى الأمومة. فالأم عندما تبدأ الأمومة الجنينية فإنها تعطي كل جسدها وكل قلبها وكل روحها وكل أحلامها وكل آلامها التي تعانيها لعملية إنتاج الحياة في شخص. لابد لنا عندما نريد أن نصنع أماً أن نعرف كيف نصنع إنساناً يختار حياته بكل حرية. نحن لا نفهم أن يتدخل أب وأم لإسقاط إرادة بنت أو ولد، ولا بد أيضا للزوج أن يتقي الله ليعتبر أن زوجته هي أخت له في الإيمان، وإن كانت زوجة له في الجسد وهي أخت له في الإنسانية عليه أن يحترم إنسانيتها في كل أحلامها وآلامها وشخصيتها وكرامتها، كما يريد لها أن تحترم إنسانيتها إنسانيته في ذلك كله. العنف غير شرعي، العنف غير إنساني، العنف ضد المرأة هو غير إسلامي في هذا المجال. وعندما ننطلق أيضا للمجتمعات العامة فإننا نرى أن المرأة لا تزال تواجه العنف حتى في المجتمعات التي تقول إنها مجتمعات متحضرة. من الممكن جدا أن المرأة العاملة تؤكد ذاتها، قد تكتسب بعدا ثقافيا، قد تكتسب بعدا اجتماعيا، تكتسب بعدا سياسيا في عملها، لكن المسألة حذاري من أن تنظر المرأة إلى عمل البيت كعمل يمنعها من تأكيد ذاتها أو أنه يمتهن ذاتها، أو تنظر إلى الأمومة كقيد يقيدها عن انفتاح على حياتها أو على لهوها وعبثها. الحياة
ليست فرصة للهو والعبث. إن الإنسان قد يحتاج إلى ساعة يهرب فيها من مسؤولياته، ولكن بشرط أن لا تفترس هذه الساعة مسؤولياته. إن الإنسان بمقدار ما يكون مسؤولا بمقدار ما يكون إنساناً.